رئيس الوزراء يؤكد أن موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة شهدت ثقة في برنامج الحكومة، ويشدد على مواصلة العمل لخفض معدل وأعباء الدين. وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بتهران. الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف 10 أهداف لحزب الله جنوبي لبنان، ووزير الدفاع الأمريكي يقول إن المواجهة بين إسرائيل وحزب الله ليست حتمية. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة تعد شهادة ثقة في برنامج الحكومة. وخلال ترأسه لاجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العالمين الجديدة، قال مدبولي إن الحكومة استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية. وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي. كما أكد مدبولي على مواصلة الحكومة بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية العمل على متابعة توافر السلع في الأسواق وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف تخفيف الأحمال تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن. وخلال اجتماع الحكومة استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت تقريرا حول قدرات وخطط منظومة الشبكة القومية لتوليد الكهرباء بمختلف أنواع الطاقة بما في ذلك المتجددة. وأضاف عصمت أن حجم الطاقة الإنتاجية المستهدفة من مشروعات الطاقة المتجددة تحت الإنشاء والمستقبلية يصل إلى نحو 45,000 ميجاوات. كان المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي قد أعلن أنه أكمل المراجعة الثالثة في ضوء اتفاق الصندوق مع مصر، والذي يتيح الحصول على نحو 820 مليون دولار على الفور. وأوضح الصندوق أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج خلال مارس الماضي. We'll be right back.
وإلى هذا الخبر العاجل، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي بمدينة العالمين الجديدة. هذا وقد عقدت جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس التشادي ضيفا عزيزا على مصر، مشددا على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للأشقاء في تشاد على كافة الأصعدة من خلال نقل ومشاركة الخبرات المصرية في مجالات بناء القدرات والكوادر التشادية في مختلف القطاعات التنموية كالطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية، إلى جانب التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بالغ لضمان أمن واستقرار تشاد. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة الرئيس محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد. عرس الشرف، سلام جمهورية تشاد، سلام. حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين. وقد عقدت جلسة مباحثات رحب خلالها السيد الرئيس بالرئيس تشادي ضيفا عزيزا على مصر، مشددا على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. ومن جانبه أشاد الرئيس محمد إدريس ديبي بالعلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين. وقد اتفق الرئيسان على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين في أسرع وقت ممكن لتنفيذ ما تم التوافق عليه والإسراع بإدخال مشروعات التعاون المشترك حيز التنفيذ بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما تم خلال اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في السودان والأمن في منطقة الساحل الإفريقي وتعزيز التنسيق بشأن دور تجمع الساحل والصحراء. كما تم تأكيد دعم البلدين لكافة جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة وتعزيز الأمن في منطقة الساحل في مواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة. شهدت السنوات الأخيرة تعزيزا ملحوظا في الروابط الثنائية بين مصر وتشاد، حيث تعددت الزيارات الرسمية وآخرها زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي إلى القاهرة في يناير 2022. وتستمد العلاقات بين مصر وتشاد أهميتها من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل من القاهرة وإنجمينة، حيث تبرز القاهرة كحلقة وصل بين إفريقيا وأسيا، بينما تقع تشاد في منطقة الساحل الإفريقي، ما يجعلها عنصرا أساسيا في الأمن القومي المصري.
علاقة وطيدة تجمع مصر وتشاد، علاقة تكتسب أهميتها من الموقع الجغرافي لكلا البلدين، القاهرة بموقعها الفريد في قلب الشرق الأوسط بين أفريقيا وأسيا، أما نجمينة فهي ذات الأهمية البارزة في منطقة الساحل الأفريقي ذات الاتصال المباشر بالأمن القومي المصري. خلال السنوات الأخيرة تشكلت علاقات مصر بأفريقيا من جديد وأصبحت أحد أولويات السياسة الخارجية للدولة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالعلاقات الوطيدة بين مصر وتشاد نظرا لعوامل عدة على رأسها موقع ومكانة تشاد كأحد دول الجوار للسودان وليبيا. الزيارات الرسمية لمسؤول البلدين تعددت وتنوعت على جميع المستويات والمسؤولين، كان آخرها استقبال الرئيس السيسي لمحمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد في يناير 2022. وفي 19 من مايو الماضي أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، وجه خلاله الرئيس التهنئة للرئيس ديبي على فوزه في الانتخابات الرئاسية. ومن جانبه ثمن الرئيس التشادي حرص بلاده على تعزيز الطابع المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وشدد الرئيسان في هذا الصدد على عزمهما المضي قدما في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة في ضوء ما تفرضه التطورات المتلاحقة من ضرورة التكاتف والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة. وتؤكد مصر دائما بقيادة الرئيس السيسي سعيها الدؤوب لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب التشادي في جميع المجالات لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها بما فيها من خلال المساهمة في تعزيز جهود حكومة تشاد لإنعاش اقتصادها عن طريق الشركات المصرية العاملة في الدول الأفريقية، وهو ما يؤكد أهمية التعاون بين البلدين لما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم لتحظى بثقتكم في مقدمة الصفوف، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى في تحمل المسؤولية في خدمة الوطن. برنامج الحكومة الذي نأمل أن يكون ملبياً لطموحات وآمال المواطنين، وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهله. تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع زيادة عدد السكان، والتي تتضمن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة. هذا وتبنت الدولة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة لزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بنسبة 42% من كهرباء البلاد بحلول عام 2030. في ظل تصاعد وتيرة التحديات المناخية، وضعت الدولة خارطة طريق للتعامل مع تلك التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها. وانطلاقا من أن الطاقة الشمسية هي الأكثر وفرة، شهدت الطاقة الشمسية في مصر نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة مدفوعا بارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة، إذ وضعت الدولة خطة طموحة لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 1.9 جيجاوات. كما تبنت الدولة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035 لدعم قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030. مشروعات كبرى يتم تنفيذها لتوطين صناعة الألواح الشمسية، أبرزها مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العالمين الجديدة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 172 مليون دولار، اعتمادا على خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلا من تصديره خاما للخارج.
أما مجمع بنبان في أسوان فيعتبر أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط، ويهدف إلى التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة المنتجة، ويضم المشروع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1047 ميجاوات. ومن بين مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية مشروع منطقة كومومبو الذي تبلغ قدرته الإنتاجية نحو 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة، ويلبي المشروع احتياجات نحو 130 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن أن المشروع يحتوي على أحدث التكنولوجيات من الألواح الشمسية، بالإضافة إلى 952 عاكساً كهربائياً على مساحة 4.8 كيلومترات مربعة. أطلقت الدولة مبادرة بنات مصر الرقمية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي هذا الإطار وضعت الدولة تصورا ومحددات للمبادرة تتمثل في إتاحة أحدث ما تنتجه التكنولوجيا العالمية. بنات مصر الرقمية مبادرة أطلقتها الحكومة بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتكريس موقع مصر الريادي في هذا القطاع من خلال إعداد جيل متخصص. وضعت الدولة تصور ومحددات للمبادرة تتمثل في إتاحة علم على أعلى مستوى يمثل أحدث ما تنتجه التكنولوجيات العالمية، حيث تم التعاون في هذا الصدد مع عدد من الجامعات المتميزة من مختلف دول العالم الرائدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة الفرصة للطلاب الملتحقين للاطلاع والتعرف على خبرات متنوعة في المجالات التقنية. مبادرة بنات مصر الرقمية تراعي الشمول بين كافة محافظات مصر، فقد تم توفير تسهيلات وسبل الدراسة والإقامة لتمكين الشباب المتفوقين من مختلف المحافظات من الالتحاق بالمبادرة، كما تستهدف بناء قدرات وإعداد مهارات قادرة على بناء مجتمع رقمي متكامل. 100% هي نسبة التعيين في الدفعة الأولى من المبادرة، بينما بلغت في الدفعة الثانية نحو 85%، فيما بلغت نسبة التعيين في الدفعة الثالثة 55% حتى الآن رغم تخرجها من أسابيع قليلة. ونحو 834 طالباً ملتحقون بمبادرة بنات مصر الرقمية بواقع 109 خريج في عام 2021 و257 خريج في عام 2022 و258 خريج في عام 2023، فيما تضم الدفعة الحالية 210 طلاب وطالبة. حرصت الدولة على تحقيق المساواة سواء في فرص الحصول على المنح الدراسية للطلاب المتفوقين بين خريج الجامعات الحكومية أو الخاصة أو على مستوى المساواة بين الجنسين، حيث يبلغ إجمالي عدد الإناث 470 طالبة بنسبة 56%، بينما يبلغ إجمالي عدد البنين حوالي 366 طالبا بنسبة تقدر ب 44%. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قاطرة التنمية، وهو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 6 أعوام ماضية، فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.8% في العام المالي الماضي، صعودا من 3.2% قبل 6 أعوام، كما أن الدولة تستهدف زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8%. يشارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بسكشيان بطهران. كان عبد العاطي وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم للمشاركة في تلك المراسم.
إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 39,400 شهيد، بالإضافة إلى 90,996 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في قطاع غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لثلاث مجازر بحق المدنيين في القطاع، أسفرت عن وصول 37 شهيدا و73 مصابا للمستشفيات خلال الساعات 24 الأخيرة. أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا أن 9% من سكان قطاع غزة تم تهجيرهم خلال الأسبوع الماضي فقط. وأوضح المكتب الأممي أن 29,000 شخص كانوا موجودين في المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها لتنفيذ عملية عسكرية. نزوح متكرر يحرم المدنيين بقطاع غزة من البقاء على قيد الحياة، فبسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا أن 9% من سكان قطاع غزة تم تهجيرهم خلال الأسبوع الماضي فقط. المكتب الأممي أوضح أن 29,000 شخص كانوا موجودين في المنطقة التي أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها، مشيرا إلى أن أكثر من 190,000 فلسطيني شردوا هذا الأسبوع من خان يونس ودير البلح منذ صدور أمر الإخلاء، وأنه لا يزال مئات آخرون عالقين في شرق خان يونس مع تواصل القتال. أوامر الإخلاء الأخيرة والأعمال العدائية المكثفة أثرت على عمليات الإغاثة وقوضت جهود توفير المساعدات الضرورية للمدنيين في خان يونس، كما أن استمرار انعدام الأمن وتخصيص نقطة وصول واحدة فقط لدخول وخروج العاملين في المجال الإنساني وهي معبر كرم أبو سالم قوض جهود نشر فرق الطوارئ الطبية في غزة التي تشتد الحاجة إليها لتخفيف العبء على الطواقم الطبية المنهكة في القطاع. وتمهيدا لحملة تهجير جديدة، طلب جيش الاحتلال من سكان الأحياء الجنوبية لمدينة خان يونس إخلاؤها كي ينفذ ما سماها عملية قوية بالمنطقة. وإلى الجنوب من خان يونس تقدمت الدبابات الإسرائيلية في المناطق الشمالية من المدينة وسط قصف عنيف في الأجزاء الغربية، الأمر الذي أدى إلى عمليات نزوح جديدة يضطر الكثير من أهالي غزة للنوم في العراء لعدم وجود خيام تأويهم، كما لا يجد المرضى والمصابون منهم وسائل كافية للعلاج في ظل إخلاء الجيش الإسرائيلي للمستشفيات واقتحامها واستهدافها بالقصف في بعض الأحيان. أكد نائب مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة سكوت أندرسون التزام الوكالة الأممية بمواصلة تقديم المساعدة والدعم للنازحين في قطاع غزة. وخلال زيارته إلى مخيم بسمة أمل الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة في دير البلح بقطاع غزة، والذي يأوي نحو 100 عائلة نازحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد أندرسون أهمية إعادة بناء المرافق الحيوية التي دمرتها الحرب في غزة، مشيرا إلى أن الزيارة لم تكن مجرد جولة عادية بين الخيام، بل شهدت الكشف عن الكثير من القصص المؤلمة. هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة تفشي ظاهرة الأمراض الجلدية بسبب الأوضاع المروعة في المخيمات المكتظة التي تأوي مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين اضطروا للتهجير من منازلهم. يأتي ذلك في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وانهيار المنظومة الصحية والبنية التحتية في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع منذ هجمات 7 أكتوبر الماضي.
تدفق مستمر من الأطفال البائسين والآباء إلى عيادة الأمراض الجلدية في مستشفى ناصر وسط قطاع غزة. طفلة صغيرة تبكي بينما تظهر والدتها البقع الحمراء والبيضاء التي باتت تغطي وجهها إلى رقبتها وصدرها، بينما رفعت امرأة أخرى ملابس طفلها الصغير لتكشف عن الطفح الجلدي على ظهره وفخذيه وبطنه. فجأة طلع البنت في راسها حبة صغيرة. أنا حكيت عادي من الحر وحرارة يمكن وشوب وإشي بيأثر على الجلد على الطفل. تاني يوم صار ينتشر في جسمها، وجهها انتلى، صار مرعب. ببكيش على ابني، ببكي على كل أولادنا، كل الخيم زي هيك، مش عقد ابني أنا، كل أطفالنا زي هيك، كلهم قاعدين بيمرضوا. هذا من شو؟ هذا من المياه، مياه ملوثة، مياه ملوثة. ويلقي الآباء باللائمة على الظروف المروعة في المخيمات التي تأوي مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين طردوا من منازلهم، إلى جانب حرارة الصيف وانهيار نظام الصرف الصحي الذي ترك بركا من مياه الصرف الصحي مفتوحة إثر 10 أشهر من القصف والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وجهها كان أول شيء حبة، وإنه أسبوع بنتشر، صار ينتشر في بطنها وفي إيديها وفي وجهها، وهي بيطلع لسه في وجهها وفوق حجبها، وصار يطلع في راسها من تحت وفي بطنها وبيجع. المشكلة بيجع وبيسخن في الليل وملهوش علاج، أو إذا إله علاج شرية وإحنا منقدرش نشتريه. ويكافح الأطباء أكثر من 103,000 حالة من حالات الجرب و 65,000 حالة من الطفح الجلدي وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ويقول مسؤول الصحة في القطاع إن الأمراض الجلدية منتشرة في غزة. نستقبل في عيادة أمراض الجلدية في مجمع ناصر الطب تقريباً يومياً على حسب أيام الأسبوع، طيلة أيام الأسبوع نستقبل من 300 إلى 500 حالة أمراض جلدية. ويقول الفلسطينيون إن النظافة مستحيلة في الخيام المتداعية، كما أن الحصول على المياه النظيفة يكاد يكون مستحيلاً، ويغسل البعض أطفالهم بمياه البحر المالحة. وفي قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2,300,000 نسمة، تم تسجيل أكثر من 1,000,000 حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة منذ بدء الحرب، إلى جانب أكثر من 500,000 حالة إسهال حاد وأكثر من 100,000 حالة ضعف عام وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبور شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية إلى منفذ كرم أبو سالم بعد عبورها معبر رفح البري، وسمحت لعدد ضئيل من شاحنات المحروقات بالدخول إلى قطاع غزة. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمد خطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، يعني نحييكم مرة أخرى من أمام معبر رفح البري. يعني بالفعل اليوم هوت أعداد الشاحنات التي دخلت من المعبر واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم. نتحدث عن 10 شاحنات فقط، 4 من الغاز و6 من السولار، ليصبح الإجمالي 10 شاحنات عن أمس. أمس كان هناك يعني أعداد كبيرة من الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. كنا نتحدث عن عبور 74 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية ودوائية، هذا بالإضافة إلى عدد من السيارات أو الشاحنات التي تحمل محروقات سواء كانت غاز أو سولار. اليوم هوت بنسبة كبيرة أعداد الشاحنات، ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول الشاحنات المصرية أو الشاحنات التي تحمل مواد غذائية، ولم تسمح لأي شاحنة واحدة حتى واحدة فقط للدخول، وبالتالي يصبح عدد إجمالي الشاحنات الغذائية 0 اليوم. من الحين إلى الآخر أيضا نسمع دوي انفجارات كبيرة قادمة من الناحية الشمالية من الجانب الآخر من معبر رفح. يعني رصدنا يعني تصاعد دخان كثيف من الناحية الشمالية، وهي الناحية التي يتمركز فيها المربعات السكنية
جؤون من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وكان تصاعد كان هناك تصاعد كثيف لألسنة الدخان، ربما هذا كان يعني غارات جوية مكثفة من قبل الجانب الإسرائيلي. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف نحو 10 أهداف لحزب الله في جنوب لبنان وقتل أحد عناصره. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن إنه لا يعتقد أن اندلاع مواجهة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية أمر واقع لا محالة، وأضاف أن واشنطن ترغب في حل الأمور بطريقة دبلوماسية. وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب إقليمية، تتواصل الدعوات والمساعي للتهدئة واحتواء الأوضاع في الشرق الأوسط. دولة الاحتلال الإسرائيلية أعلنت احتفاظها بطريقة وتوقيت الرد على الهجوم الصاروخي على مجدل شمس بهضبة الجولان المحتلة، وزعمت أن ردها على حزب الله اللبناني لن يؤدي إلى حرب شاملة، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الرئيس مسعود بازشكيان قوله خلال اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أي هجوم إسرائيلي على لبنان ستكون له عواقب وخيمة على إسرائيل والمنطقة. وتواصل القاهرة جهودها ومساعيها الدبلوماسية لمنع دخول المنطقة في حرب جديدة، وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع لبنان الشقيق ورفضها لأي تهديدات تستهدف زعزعة استقراره وسلامة شعبه. من جانبها تقود الولايات المتحدة حملة دبلوماسية لردع إسرائيل عن استهداف العاصمة اللبنانية بيروت أو البنى الأساسية المدنية، وتركيز الجهود الدبلوماسية على تقييد رد إسرائيل من خلال حثها على عدم استهداف بيروت المكتظة بالسكان أو البنى الأساسية الرئيسية مثل المطارات والجسور. واشنطن ألقت اللوم على حزب الله في الهجوم الصاروخي ودافعت عن حق إسرائيل في الرد، وأكدت أن الهجوم على الجولان يجب ألا يؤثر على المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى. قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أعلنت أنها كثفت اتصالاتها مع إسرائيل والسلطات اللبنانية لتهدئة التوتر. جاء ذلك في الوقت الذي ألغيت فيه وأرجئت العديد من الرحلات الجوية في مطار بيروت الدولي وسط مخاوف من رد إسرائيل. تحتفل مصر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في 30 من يوليو كل عام. يأتي احتفال مصر هذا العام تحت شعار عدم ترك أي طفل خلف الركب، باعتبار الأطفال من أكثر الفئات ضعفا وعرضة للاستغلال من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر. تحت شعار عدم ترك أي طفل خلف الركبة، باعتبار الأطفال من أكثر الفئات ضعفا وعرضة للاستغلال من مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر، تحتفل مصر يوم 30 من يوليو باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتذكير بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة التي تنال من كرامة الفرد وتهدد المجتمع. وعلى ضوء اهتمام مصر بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر واعتبارها أحد أهم أولوياتها، فقد أصدرت القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وتم إنشاء لجنة خاصة لمكافحة الإتجار بالبشر ودمجها لاحقا مع لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتصبح اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط المعنية بتلك الجرائم. وتضم اللجنة في عضويتها 30 وزارة وجهة وطنية معنية بالتعامل مع هذه الجريمة ومكافحتها وحماية ضحاياها
من منظور متكامل. وأطلقت الحكومة المصرية 3 استراتيجيات وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، كان آخرها الاستراتيجية الوطنية 3 لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، وتقوم على 4 محاور رئيسية هي الحماية، الملاحقة الجنائية، المنع، والشراكة. كما تم إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالبشر بهدف تقديم خدمات المساعدة القانونية والصحية والنفسية وبرامج إعادة التأهيل لضحايا هذه الجريمة. وعلى ضوء أهمية التواصل مع الفئات المستهدفة، حرصت مصر على إطلاق حملة إعلامية طويلة المدى من مايو عام 2019 حتى يناير 2023 تحت شعار معا ضد الإتجار بالبشر، من أجل رفع مستوى الوعي بجريمة الإتجار بالبشر. وقد استهدفت الحملة التعريف بالجريمة وخطورتها والعقوبات التي حددها القانون للجناة، بالإضافة إلى خدمات الحماية والمساعدة التي تقدمها الدولة لضحايا الجريمة وتوعية المواطنين بأشكال الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقي الشكاوى. تتواصل اليوم الثاني والأخير فعاليات المؤتمر العالمي 9 للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية وبرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعقد فعاليات النسخة الحالية من المؤتمر تحت عنوان الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع، بحضور عدد من أبرز العلماء والوزراء والمفتيين من أكثر من 100 دولة حول العالم. المشاركين في المؤتمر من أكثر من 100 دولة، هذا يمثل قمة إفتائية هي الوحيدة من نوعها في العالم، وفي إجماع على مصر لتقود الشأن الديني والشأن الإفتائي. أمس تحدث معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وأكد على هذا المعنى، وأكد على إن المؤسسة الدينية في مصر على قلب رجل واحد. دار الإفتاء دار فاعلة ولها تأثير كبير ليس على مصر وحدها، وإنما في كل العالم الإسلامي، بل لكل الجاليات الإسلامية. وبصمات دار الإفتاء المصرية كبيرة جدا ومؤثرة وإيجابية، وأصبحت هي قبلة المستفتين في كل مكان، وذلك لما تقدمه من علم رصين وتأصيل ممتاز وفهم عميق لديننا الحنيف ونشر رسالة الوسطية والاعتدال. الشكر، كل الشكر لجمهورية مصر العربية على هذا الدور الكبير الذي تقوم به، وعلى رئاستها الحكيمة وعلى حكومتها على ما ترعاه في رعاية وصياغة الخطاب الديني العام الذي يواجه كل الأمة الإسلامية. وهذا هو الدور الذي عقد على مصر، يعني شاء الناس أو أبو، فهي القيادة التي تريد أن تقدم الخطاب البديل وترعاه. أعتبر أن هذا الميعاد السنوي في مصر فيما يتعلق بإحياء أهمية الفتوى وكيفية تأثيرها على العقول الذين كانوا تحت تأثير غير صحيح. فبما أنني شاهد على هذا المشروع من أوله، وهذا المؤتمر 9 يدل على أن هذا المشروع
وراءه عقل وحكمة. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي شهدت حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية في المدينة. للمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود أهلا بك، ضعنا في فعاليات اليوم في مهرجان العالم عالمين. أرحب بكم من مدينة السحر والجمال مدينة العالمين الجديدة، ولازلنا نتابع معكم الأجواء المبهجة المسيطرة على كل الأماكن الموجودة لفعاليات مهرجان العالمين الجديدة. والحقيقة هذا الأسبوع وهو الأسبوع الرابع به العديد من الفعاليات المتنوعة، والتي يعني لاحظناها أمس بوجود العديد من الفعاليات التي بدأت بإحدى فعاليات كرة القدم بعودة أساطير كرة القدم مرة أخرى من نجوم الأهلي والزمالك والأندية المصرية، ولكن بمشاركة نجوم برنامج كابيتانو مصر للمشاركة مع هؤلاء النجوم. وعبر الموهوبين من برنامج كابيتانو مصر عن سعادتهم بمشاركة النجوم في مدينة العالمين الجديدة وسط هذه الأجواء المميزة، بالإضافة بالطبع إلى حفل بعض الفرق الأندر جراوند في المدينة التراثية. ورأينا حفل مميز لكود مصر قدموا فيها عدد من الأغاني التي لاقت ترحيبا واسعا من الجمهور في المسرح الروماني. اليوم ستستكمل الفعاليات بحفل فني مهم وكبير في مساء هذا اليوم للفرقة المصرية للموسيقى العربية، التي ستحتفي بألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي، ستقدم باقة من أشهر ألحانه. سنستمع إلى جانا الهوى، جانا عالربابة، وسنستمع لمزيد من الألحان للموسيقار بليغ حمدي. ستكون هذه الفرقة على المسرح الروماني اليوم، وستقدم أيضا باقة من أشهر ألحان الموسيقار بليغ حمدي، بالإضافة إلى أن هذا الأسبوع ستنطلق بطولة كرة اليد في الفعاليات الرياضية، بالإضافة أيضا إلى أنه تم الاستعداد والتجهيز لاستقبال حفل التسعينات، سيكون أو كأس التسعينات في اليو أرينا، وبالإضافة أيضا إلى أنه يوم الجمعة سيكون هناك حفل الفنان الكبير رامي جمال، بالإضافة إلى أننا نشهد إقبال كبير من الزائرين ورواد مهرجان العالمين الجديدة على مختلف الفعاليات، خاصة أن اليوم أيضا ستستكمل فعاليات وزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيما يتعلق بفرق الفنون الشعبية وأيضا التنورة والسيرك القومي في المنطقة الترفيهية، التي تشهد العديد من التجهيزات أيضا لاستقبال مهرجان نبتة وبعض المسرحيات التي ستنطلق في أغسطس القادم. وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الأجواء والفعاليات المختلفة والمتنوعة في مهرجان العالمين الجديدة. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة العالمين، شكرا جزيلا لك. بحث وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق جهود تنمية إنتاج وصناعة القطن المصري والنهوض به. تناول الاجتماع مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة للنهوض بهذه الصناعة واستخدام التكنولوجيا الجديدة من خلال توريد أحدث الآلات والمعدات وتدريب العاملين وتطوير البنية التحتية ونظم العمل والإدارة والتسويق وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ذي السمعة المتميزة عالميا.
للمزيد ينضم إلينا الدكتور وليد يحيى وكيل معهد القطن بوزارة الزراعة. أهلا بحضرتك معنا دكتور. بداية قراءتك لاستراتيجية الدولة بشأن تطوير زراعة القطن. حضرتك بالنسبة لاجتماع معالي وزير قطاع العمل العام ووزير الزراعة النهاردة، أعلم معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن شون البنك الزراعي المصري على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات اللي بتزرع قطن سيتم فتحها لاستقبال أقطان المزارعين في عملية تسويق الأقطان المصرية هذا الموسم، وذلك للمحافظة على الأقطان المصرية من الأمطار والظروف الجوية. أيضا اتفق معالي وزير الزراعة ومعالي وزير قطاع الأعمال العام على الالتزام بسعر الضمان اللي تم إصداره من مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وهو 10,000 جنيه لإنطار متوسط التيلة للوجه الإبلي و 12,000 جنيه للإنطار للأقطان الطويلة في الوجه البحري، وذلك لصالح المزارع. اتفق أيضا الوزيرين على إصدار سعر ضمان سنوي لمحصول القطن في يناير من كل عام، وذلك يتم تحديده وفقا لتكاليف الإنتاج وأسعار مستلزمات الإنتاج الفعلية، وبما يحقق هامش ربح للمزارع وتحقيق التنافسية العالمية للقطن المصري. أيضا اتفق الوزيرين على تحديد الاحتياجات الفعلية لقطاع الغزل والنسيج والمغازل المحلية والمغازل الخاصة واحتياجات التصدير سنويا وفعليا، وذلك لتحديد المساحة المستهدف زراعتها سنويا من القطن المصري بما يحقق الإمداد الفعلي لصناعة الغزل والنسيج المصرية وإمداد السوق العالمي اللي بيقوم باستيراد الأقطان المصرية. إلى جانب اتفاق الوزيرين وزير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير قطاع الأعمال العام على الدعم الكامل لصناعة الغزل والنسيج ولخطة الدولة المصرية في تطوير قطاع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وإمداد هذا القطاع بما يحتاجه من مادة خام لعمليات للمغازل، إلى جانب إمداده بأحدث الأجهزة الجديدة اللازمة لصناعة الغزل والنسيج. في النهاية اتفق أيضا الوزيرين على أن منظومة تسويق الأقطان المصرية اللي تم تطبيقها منذ 4 سنوات أعطت سعر عادل للقطن المصري وللمزارع المصري، وده كان السبب في زيادة المساحة المنزرعة خلال الأعوام الأخيرة من القطن المصري. واتفقوا على سرعة عمل اجتماع لمنظومة التسويق الجديدة في الفترة القادمة لوضع الخطوات الأساسية عمليات تسويق الأقطان المصرية للموسم الجديد 2024، واللي هيبدأ فيها فتح مراكز التجميع في الوجه الإبلي في نهاية شهر أغسطس وفي الوجه البحري في نهاية شهر سبتمبر إن شاء الله. نعم دكتور وليد يحيى وكيل معهد القطن بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لك. قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إنه حان وقت العمل للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي حول العالم بحلول عام 2030، مستشهدا بالتجربة المصرية في مسار القضاء على فيروس سي. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته بندوة منظمة الصحة العالمية عبر الإنترنت بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدنهوم. وأكد الوزير في كلمته على النجاح الذي حققته مصر في الانتقال من كونها واحدة من أعلى معدلات الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي حول العالم إلى واحدة من أدنى المعدلات، وذلك من خلال خفض معدل انتشار فيروس سي من 10% إلى 38%. عقد رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وأعضاء الجمعية العمومية لبحث أوجه التعاون وضمان ضخ المستحضرات المختلفة بالسوق المصرية واستمرار العملية الإنتاجية بالمصانع بشكل مستمر. ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الشركات المختلفة وسبل التعاون المشترك وتشجيع وزيادة الاستثمارات الدوائية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطين الصناعة بما يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المستحضرات الدوائية. وبهذا الخبر نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين.
رئيس الوزراء يؤكد أن موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة شهادة ثقة في برنامج الحكومة، ويشدد على مواصلة العمل لخفض معدل وأعباء الدين. وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بسكشيان بطهران. الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف 10 أهداف لحزب الله جنوب لبنان، ووزير الدفاع الأمريكي يقول إن المواجهة بين إسرائيل وحزب الله ليست حتمية. نهاية اللقاء. إلى اللقاء.